مرحبا بكم، معكم أيوب طافو، طالب بكلية الحقوق بعين الشق الدار البيضاء. اخترت رواية مذكرات من العالم السفلي للكاتب الروائي الروسي الشهير دوستويفسكي. هذه الرواية التي تعتبر من أعمق وأعظم الروايات لديه، والتي اعتبرها البعض من أفضل الروايات. تأتي هذه الرواية على لسان إنسان بغيض مكروه بدون اسم يحاول إزعاج قرائه. آه، يا ليت انصرافي عن العمل كان بسبب الكسل وحده. يا إلهي، كم كان يمكنني حين ذاك أن أحترم نفسي. كنت أحترم نفسي لأنني استطعت على الأقل أن أكون كسولا، ولكانت لي على الأقل صفة واحدة إيجابية أثق بها بنفسي. فيكون السؤال ما عمله، ويكون الجواب كسول بليد. لشد ما يكون سرور الإنسان عندما يسمع عن نفسه، فمعناه أنني قد عرفت تعريفا إيجابيا، ومعناه أن هناك من يقول عني أنني كسول. إنها مهنة ووظيفة وخط سير في الحياة، لا تمزحوا، إنها لكذلك. كان يعني ذلك أن أصبح بحق عضوا في أفضل النوادي، وأشغل نفسي دائما باحترام ذاتي. فقد كنت أعرف سيدا كان يفخر طيلة حياته بخبرته باللافيت، وكان يعد هذا فضيلته الإيجابية، ولم يخامره مطلقا أدنى شك في نفسه. ثم قد نحبه لا بضمير راض فحسب، بل بضمير منتصر، وكان محقا تماما في ذلك أيضا. أقول إنني كنت أختار لنفسي خط سير في الحياة، فأصبح كسولا أكولا، ولكن من صنف غير عادي. أحب مثلا كل ما هو خير وجميل. وما رأيكم في هذا؟ لطالما جالت بخاطري مثل هذه الرؤى. إن عقلي وأنا في الأربعين من عمري يرزح تحت مشكلة الخير والجمال.